طمناكم على النادي الاهلي وكل الامور الخاصه بيه، بس في جزئيه مهمه قوي قوي، ركز معايا فيها. تمام، ركز معايا فيها. امبارح واول كلام كتير طلع، قال لك ايه ناس قالت لك ايه، قال لك في صفقه القرن في النادي الاهلي. تمام، الكلام ده مش حقيقي، مفيش حاجه اسمها صفقه القرن في النادي الاهلي. هي بتبقى لحظة القرن للاعب اللي بينضم للنادي الأهلي، لكن أي صفقة بالنسبة للنادي الأهلي ما بتبقاش صفقة قرن خالص. أي لعيب في الدنيا بيتمنى إن هو ينضم للنادي الأهلي، ومجرد ما بيدخل الباب كده بتبقى دي بالنسبة له لحظة القرن. ولفظ صفقة القرن دي مش لفظ النادي الأهلي، مش بتاعة النادي الأهلي، مش النادي الأهلي هو اللي يقول صفقة القرن. النادي الأهلي ما قالش كده، أنا بتكلم بس على بعض الـ الأشخاص أو بعض الجماهير المنتمية للنادي الأهلي، وحقهم بيطمحوا وبيحلموا بلاعبين مميزين ينضموا للنادي الأهلي، لكن مفيش حاجة اسمها خالص اسمها صفقة القرن. في صفقة؟ أه هيبقى في صفقة، ومش وارد ما يكونش صفقة واحدة. خليني أقول لحضراتكم، النادي الأهلي عنده قوام مميز جدا جدا من لاعبيه. النادي الأهلي في شهر يناير الماضي تعاقد مع بعض اللاعبين المميزين جدا، ودول اساس النادي الاهلي بجانب اللاعبين السابقين في النادي الاهلي واللي ماشيين بشكل مميز. حتى لو الطموحات ما تتحققش، الاهداف الرئيسيه بالنسبه لكم ما تتحققش، لكن في نفس الوقت افتكر وما تنساش ان الموسم المنقضي ده كله معوقات وكله صعوبات وكله استثناءات. تمام، فبالتالي هتلاقي امور بتعطلك عنك تحقق هدفك. بطولة دوري ابطال افريقيا اه كانت هدفك، لكن انت في نفس الوقت افتكر برضو بطولة دوري ابطال افريقيا وانت بتلعبها كنت بتلعب كل 48 ساعة ماتش دوري، دوري ابطال، دوري، دوري ابطال. فطبيعي جدا جدا ان انت تتعطل، ان انت ما تصعدش الادوار البعيدة في هذه البطولة، وهدفك دايما الاساسي هو الفوز باللقب. لكن هي فترة جديدة بالنسبة للنادي الاهلي، وموسم جديد ان شاء الله هينطلق بالنسبة للنادي الاهلي بصفقات محدودة. ركز على الكلمة اللي أنا بقولها لك، صفقات محدودة، مفيش صفقات كتير بقى وست وسبع لاعبين، الكلام ده مش هتشوفه خالص السنة دي في النادي الأهلي. اتنين تلاتة بالكتير وارد النادي الأهلي يتعاقد معاهم. صفقات صفقات قوية، صفقات قوية مهمة للنادي الأهلي، تكون إضافة لزمايلهم المتواجدين في النادي الأهلي.